اكتشاف اللاعبين، اكتشاف المواهب، اكتشاف المواهب. اللجنه دي دورها مهم جدا يا كابتن. احنا عارفين المواهب قلت، خلينا نبقى متفقين، بس بتغنيك اللي انت ممكن عينك تشوفه، وحضرتك عندك خبره لعيب كويس جدا في الصعيد، في بحري، في اي مكان، وده كان دور، ودور اللجنه دي مهمه جدا جدا. بالظبط، اكتشفت لعيبه معاك الكابتن ابراهيم عبد الصمد عشان معايا الكابتن ابراهيم، وبنتابع وبنشوف وبنروح ماتشات انا والكابتن ابراهيم، وبنتابع بناء على اختيار الكشافين. يعني احنا ما بنمشيش تبع اختيار، يقول لك ده في لعيب في الحته الفلانيه كويس، بنتابعه كابتن. اه بنتابع، لازم بنتابع. في حد اكتشفته مميز؟ يعني لازم بنتابع. لا يعني احنا اتفرجنا على ماتشات، لا المستوى ما تقدرش تقول مستوى نادي اهلي. يعني بيني وبينك لما تيجي تقارن النهارده الناس اللي رحت شفتها او الماتش اللي شفته، لا النادي الاهلي اللعيبه اللي موجوده احسن بكتير. في اسماء اكتشفتها اللي ممكن تلعب في النادي الاهلي؟ في يمكن في كم واحد اكتشفناهم، ومع دلوقتي مع قطاع الناشئين مع كابتن خالد بيبو، ولكن بدون ذكر اسماء في حوالي 3 4 لعيبه كويسين. يعني والله عارف اللي انت هتقولي بدون ذكر اسماء، ولقيتك بتبرق لي. لا قلت مش هبرق لك ليه؟ لا 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 عارف اللي انت مش هتقول. لا في لعيبه، في لعيبه الحمد لله. ايوه يعني في لعيبه الحمد لله يعني كويسين. عشان عشان انا قصدي ايه؟ لا عشان احنا برضو خلي بالك، يعني برضو احنا بنشتغل في نطاق سرية. في نطاق، في تعاون بينه وبين قطاع الناشئين، بنشتغل ان احنا فعلا الحاجه الكويسه جدا، الحاجه الكويسه المميزه اللي هو يستحقه ان هو في مستوى الموجودين في النادي الاهلي او احسن، لا ده بنضمه مفيش مشكله. طيب هروح للمنتخب الوطني، بفتح معاك ملفات سريعا. المدير الفني المنتخب الوطني مستر كروش، ايه رايك فيه؟ ما هو ماشي كويس. عاجبك؟ يعني ماشي كويس، يعني ماشي كويس. بص دائما النهارده الجماهير والاعلام والدنيا كلها بيبقى عندها قناعه بمدير فني. طب هقول لك على حاجه. اتفضل. حسام البدري كان وحش في نتائجه؟ لا ما كانش وحش، مش كده؟ الراي العام فجاه تحس اتغير في حاجه. ليه؟ وانا النهارده يعني معلش النهارده لازم يبقى النهارده متواصل مع الاعلام كويس جدا. كروش عنده من الذكاء، من الذكاء ان هو بيتعامل مع الاعلام كده. من وجهه نظر حضرتك حسام ما كانش كده. رحيل الكابتن حسام البدري كان فني ولا مش فني؟ لا مش فني. امال ايه؟ مش فني، حاجات بقى ما اقدرش اتكلم فيها دي، حاجات طبعا، لان واضح قوي، واضح قوي كان الاتجاه حسام. لا واضح. الكابتن محمود الجوهري اتعامل معاه نفس الكلام قبل كده؟ احنا اتعامل معانا يمكن في ماتش ودي انا فاكر في اليونان، واتغلبنا يمكن تقريبا 6-1، واتقال اداء دفاعي. لا ده احنا اكلنا واحنا في الطياره. ماتش ودي. والله العظيم ماتش. عملتوا ايه بقى؟ ولا هتعمل ايه؟ خلاص. امتى ده كابتن؟ ده ماتش ودي في اليونان يمكن بعد كاس العالم على طول. بعد كاس العالم. واقلونا واحنا في بس. ولما رجعتوا تاني مسكتوا واقلونا، حتى احنا برضو بعد كده يمكن في بطوله المنتخبات اللي كانت في المكسيك. برضو متغلبنا من السعوديه، يمكن برضو حصل ظروف كده واقلنا برضو. كابتن عندي شويه اسئله سريعه كابتن فتحي قبل ما نروح لكرسي الاعتراف. مين خليفه الكابتن فتحي مبروك؟ واحد دلوقتي اللي حضرتك حابه وانت شايف. انا احب محمد عمار لما كان بيلعب. محمد عمار. بجد والله. طيب مين المدرب اللي انت شايفه وكنت شايفه كده عينك عليه طول الوقت، حابب طريقه شغله؟ الله يرحمه ديكوتي وكابتن محمود الجوهري. مين افضل مدرب في تاريخ الاهلي؟ انا شايف يعني انا في وجهه نظري اللي انا حضرته. عشان برضو ابقى مين اللي انا حضرته؟ هيديكوتي. مش مانويل هيديكوتي. انا حضرت هيديكوتي. انا بقول لك اللي انا حضرته وانا لعيب هيديكوتي. مين افضل لعيب في تاريخ الاهلي؟ لا في لعيبه كتير. ما تقدرش تذكر النهارده، ما تقدرش وانت بتلعب مين وبعد ما بطلت. ما تقدرش النهارده تحدد لعيب، لان كل جيل ما تقدر تطلع 7-8 لعيبه. عارف يا كابتن عمري ما اضغط عليك في السؤال ده ليه؟ عشان نفس المدرسه بتاعتك. ما هو اصل النهارده لما اجي اقول اتنين لعيبه، طب والباقي اللي تعبوا؟ الباقي النهارده، ما هو الباقي دول نجوم، الباقي دول ساهموا في انجازات نادي اهلي، ساهموا في بطولات نادي اهلي، وكلهم على المستوى الاعلامي والمستوى الفني لا راقيين جدا. فما تقدرش النهارده تقول احسن لعيب، لان كل جيل هتلاقي فيه على الاقل، على الاقل 5-6 لعيبه كويسين. مين كان اللاعب اللي قريب منك جدا وانت في الاهلي؟ لا احنا كنا بص يمكن واحنا بنلعب، يمكن كابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن محسن صالح، يعني احنا كنا اقرب 4-5 كده مجموعه مع بعض. كابتن فتحي مبروك، جاهز لكرسي الاعتراف؟ واتفضل حضرتك يعني، يعني قول اللي انت عايزه. خلي الاسئله صعبه، قول اللي انت عايزه. ماشي يا كابتن. هنخرج فاصل سريع ونرجع على كرسي الاعتراف مع